ونص لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها. كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها. مو كل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال، ولكن من يوعد يوعد ينجز ويحقق أمان. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة. حط الساعد فوق الساعد صفق صف وما نتباعد، يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد. لا تحط ايدك انت بدي بالنص ما نحكي هواه، انا وياك وانت وياك ابن الوطن احنا بايدينا، والخير لما تكون جاي كلمه ونص. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا بكم كلمه ونص والبدايه من الموجز. بالعافية الكردستان، 10 أضعاف المحافظات من الموازنة. كردستان وحدها لها حصة 12.5 من الموازنة عمّة 3 سنوات التي أعلنتها حكومة السودان، والمحافظات كلها مشتركة ب 2.5 تريليون من تنمية الأقاليم وباشات أخرى. يعني حصة كردستان 23.5 تريليون بينما كل المحافظات مشتركة ومجتمعة بتريليونين ونص لتريليون دينار فقط. حياكم الله من جديد. بلا رتوش، هاي قصة الموازنة. إجمالي الموازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار. الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار. الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون دينار. العجز بالموازنة يبلغ 63 تريليون دينار. إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار. الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار. على أساس سعر النفط 70 دولار. الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار، وحصة إقليم كردستان من الموازنة تبلغ 12.6% من الموازنة، والبترودولار فقير جدا راح يكون 2 تريليون دينار، يعني مليار وشوية يقسم بين المحافظات كل واحد شفة. أما تنمية الأقاليم بالموازنة فراح يكون 2.5 تريليون دينار، والمقصود به حصة تنمية كل محافظات العراق ما عدا كردستان، لأن كردستان وحدها تأخذ 20 مليار دولار تقريبا بالسعر الرسمي، أو أكثر يعني من 23 تريليون دينار. وتمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة بوزارة العمل، هم إذا قسمناها ما تطلع 100 دينار، 100 دينار لكل عراقي. وزيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص، هم إذا قسمناها ما تطلع 100 دينار عن كل عراقي. زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون، يعني أقل من 3/4 المليار دولار. وأخيرا تم تخصيص تريليون دينار لمشروع قانون صندوق العراق للتنمية. هذه قصة الموازنة اللي راح نناقشها مع ضيوفنا بعد الفاصل. كلمه ونص لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها. كلمه تصبر على اولها بالنص راح تعرف تاليها. مو كل اللي قال وقال يصلح ويصلح الاحوال، ولكن من يوعد يوعد ينجز ويحقق أمان. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. أرحب بضيوفي النائب عن كتلة إشراقة قانون السيد أحمد الغرابي. حياك الله. حياكم الله النائب باسم الغرابي. باسم الله الغرابي. يحفظكم ويسلمكم. شكرا جزيلا، احنا نعتذر. والدكتور احمد صدام الخبير النفطي، حياك الله. حياك الله استاذ، اهلا وسهلا. حياكم الله. ابدا معك سياده النائب. اجت جت عروستنا الموازنه للبرلمان.
حياكم الله استاذ ياسر، حياك يعني الكرام وضيفكم الكريم. الله يسلمك. شلون راح تتعاملون وياها؟ على وفق اي اساس؟ اساس اقتصادي، سياسي، محاصصاتي، توازن مو موازنه؟ ايش قد تطول يلا تصوت عليها؟ طبعا هو يعني حاليا اللي وصل للمجلس النواب هو بيان الموازنه. بيان الموازنه يعني هو بصوره عامه معلومات عامه عن الموازنه بصورة عامة، يعني الانفاقات، الإيرادات، وأيضا بعض المعلومات العامة عن الموازنة. بعد هذا طبعا ننتظر مجلس النواب التعليمات الخاصة بالموازنة. طبعا التعليمات الخاصة وقانون الموازنة به تفصيلات كاملة على الموازنة. ممكن حاليا ممكن يعني تكوين فد رؤية واضحة على الموازنة من خلال البيان يعني الذي وصل إلى اللجنة المالية، وبالتالي حال باقي الموازنات السابقة ستكون هناك كثير من النقاشات. يعني المعدل اعتقد الفتره ربما هاي مو حاله حال النقاش، النقاشات راح تكون اعمق لان هاي 3 سنوات مو سنه واحده. نعم طبعا 3 سنوات هي بالمناسبه احنا نحكي عن المبلغ الاجمالي للموازنه. هو من الناحيه القانونيه نعم صحيح ممكن تعرف يعني خلال يعني من خلال قانون الاداره الماليه ممكن ان يعطي لسنتين ثلاثه اربعه يصوت مجلس النواب للموازنه. لكن احنا عندنا من الناحيه الفنيه راح تكون بها ربما بعض الاشكالات معينه، اشكالات تعرف مثلا سعر صرف الدولار، وايضا بيع النفط من يقول 70 دولار راح يبقى السنة القادمة واللي بعدها واللي بعدها. على كل حال طبعا راح يكون بها مجموعة نقاشات، اللجنة القانونية راح تنظر مدى قانونيتها، اللجنة المالية موضوع التقسيمات تدخل بها موضوع التأثيرات السياسية، وكل من يحود النار القرصدة، كل من يريد المحافظته، وكثير من التفاصيل عادة ما تأخذ من شهر إلى شهر ونص تقريبا. من شهر إلى شهر ونص. نعم. يعني إحنا نسب الثالث رمضان راح يجي وراح يجتمعون النواب لين صايمين خطر. لا تصير جلسات تصير. يعني. تصير جلسات. ممكن يعني وبعد الفطور يعني حتى الواحد ما يركز ممكن التصويت على الموازنة. يعني إذا الفطور زي يعني ممكن يركز. خلي يعني. نقول للنهاية الخامس. إلا ربما إن شاء الله قبل الخامس. مو هواية. 5 أشهر تتأخرون على الموازنة. يعني تتأخر هو الحكومه لا عفوا الحكومه طبعا وتتأخر مؤسسات الدوله استاذ ياسر بالمناسبه الحكومه يعني الموازنه المفروض تاتي قبل يعني نهايه السنه اللي تلي الموازنه المفروض الموازنه تكون هديه 20. مثل هديه بابا نويل ب 31/12 1/1 احنا عندنا موازنه مباشره الحكومه بالضبط تاتي قبل شهرين من نهايه السنه وبالتالي تاتي في اروقه مجلس النواب ويتم التصويت عليه حتى انت 1/1 موجوده الموازنه تصل الى 31/12/2023 على سبيل المثال. طبعا هو التاخير هذا يعني تعرف الظروف السياسيه والحكومه وغيرها وكثير من الامور. قانونيا طبعا تعرف ممكن من خلال لربما يعني اكو محددات مثل نسبه العجز المفروض اللي ما تجاوز 3% تعرف هسه حاله نسبه العجز عبرت 30% اكثر من 30% نسبه العجز حاليا. هذا يعني عبر تعليمات قانون الاداره الماليه وبالتالي نعم مهما كان بها تاخير راح تكون بها تبعات طبعا تبعات على السياسه، سياسه الدوله بصوره عامه يعني السياسه الماليه للدوله وتعرف حتى الوضع النفسي للمواطن عندما تكون هناك موازنه يصير عنده اطمئنان موضوع الرواتب وموضوع المشاريع وحركه السوق وغيرها. طيب حياك الله دكتور احمد من جديد، واحب اقول لك هو مو المفروض يعني الحكومه تقر موازنة تكتب موازنة وتقرها ومجلس النواب يصادق أن تخوض هذا الغمار عد المالية بعدين تروح لمجلس الوزراء بعدين تروح للبرلمان وبعدين البرلمان يناقشها وممكن راح يكتب موازنة جديدة بسبب الاعتراضات وتخضع للتصويت. هذا وقت هذا هناك من يرى بأنه هذا مو من اختصاص البرلمان، البرلمان يصادق لأن الحكومة هي اللي عندها رؤية وهي لديها الحسابات والإيرادات والصادرات وكل الأرقام والمفروض هي اللي تقرر الموازنة ومجلس النواب يصوت. أو شكرا يصادق. جزيلا تحياتي لحضرتك مرة أخرى وللضيف الكريم وللمشاهدين. نعم ولكن من حق مجلس النواب التعديل او الاقتراح او ربما المناقله، يعني مجلس النواب هو لا يقترح تعديل الموازنه بالكامل وهذا هو سر التاخير دائما، يعني حتى في الموازنات السابقه تتاخر الموازنات العراقيه على مر السنوات الماضيه 20 سنه و 18 سنه فيها موازنات كلها تتاخر بسبب النقاشات والمناكفات السياسيه، ايضا هذه تدخل ضمن اطار الموازنه. وبالتالي اليوم نعم صحيح هي تقترح ويتم يعني وضع بنود الموازنة من وزارة التخطيط ووزارة المالية ثم مجلس الوزراء
وبالتالي يتم إقرارها والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب. يبقى الرهان على مدى قناعة مجلس النواب، وبالتالي هناك ربما توقعات مثل ما أشار السيد النائب، توقعات بمثلا مناقلة بين البنود أو اعتراض على بعض البنود، لا سيما وأن الموازنة الحالية عفوا لم تركز مثلا على القطاع الصناعي وعلى القطاع الزراعي. لا أتذكر القيمة المالية المحددة والمخصصات المحددة بالضبط. هذه الموازنة ركزت فقط على المشاريع الخدمية، نعم هي مشاريع مهمة ولكنها بطبيعة الحال سوف تبقى ضمن إطار الموازنة أو الموازنات التشغيلية السابقة. حتى نكون منصفين، نسبيا هي أفضل من الموازنات السابقة بحكم أنه المخصصات أو التخصيصات الاستثمارية وصلت إلى 25% من قيمة الموازنة، بينما في السنوات السابقة لا تتجاوز 13%. هذه نقطة جيدة. أيضا ركزت الموازنة على مشروع ميناء الفاو الكبير، وهذا المشروع الأهم في الموازنة. أما المشاريع الأخرى وهي مهمة أيضا ولكنها لا تسهم في رفع القيمة المضافة، ركزت على المشاريع الخدمية، على مشاريع الصرف الصحي، مشاريع المياه. نعم صحيح مشاريع مهمة ولكنها لا تقود إلى مثلا خلق فرص عمل أو رفع مستوى القيمة المضافة بحكم أنها مشاريع خدمات. وأعتقد هذا السبب مرتبط أساسا بصفة الإلزام، يعني حكومة السيد السوداني ألزمت نفسها بتحسين واقع الخدمات في العراق. هذه نقطة مهمة أيضا، ولكن من الناحية الاقتصادية البحتة يمكن القول أن هذه الموازنة لا تحوي مشاريع يعني استثمارية ممكن أن ترفع من مستوى القيمة المضافة، وإنما ركزت على مشاريع أساسية وهي مهمة أيضا، يعني لا ننكر ذلك، مشاريع الكهرباء، مشاريع الماء كما ذكرت، والصرف الصحي وغيرها من المشاريع الأخرى. طيب أسألك سيادة النائب، البترودولار فقير، علما أن المحافظات تطلب أصلا بترودولار من أقارنا ويا تنمية بترودولار ويا حصة كردستان. أرى أنه الجنبة السياسية داخلة وبعمق في مفاوضات وإقرار الموازنة وكتابة الموازنة. يعني هسه من أقيس نفقات الحصة كردستان 12.6 مع تنمية الأقاليم لباقي المحافظات، كردستان تأخذ صافي. صافي. زين، على أي أساس كتبت هذه الموازنة وعلى أي أرقام أو أي احتياجات؟ هي الموازنة مو تكتب على أساس الواردات والصادرات وعلى أساس الحاجة إلى المشاريع الاستثمارية والنهوض بواقع المنطقة أو الإقليم المعين اللي أنا أريد من خلال هاي الموازنة أسوي بيه نهضة؟ نعم أحسنت، هذا يعني هم سؤال مهم ودائما ما يتكرر لربما في كل موازنة. في كل موازنة موجودة طبعا خارطة سياسية ترسمها الأحكام أو عفوا الأحزاب الحاكمة من خلال توافقات معينة سابقة، فنرى هذا الموضوع وهذه النسبة ربما تكون يعني متقاربة، مرة 17 مرة 11 مرة 12.67 لهذه السنة، وبالتالي المفروض أنه يعني نستلم إحنا يومية 400,000 برميل من كردستان، وبالتالي تعطى هذه النسبة. واقعا هذا الموضوع تعرف هو موضوع سياسي ما له دخل في موضوع التقسيم وكذا. احنا المفروض نستلم 400,000 برميل، لكن رويترز تقول نعم. تقول كردستان تصدر 1,000,000 برميل بينما موجود في سومو تقول 100,000 برميل يومي احنا نصدر. بلي هسه لربما بعض تضارب هذه الارقام، من يطلع لي الحقيقة؟ طبعا مفروض اكو هناك جهه اسمها ديوان الرقابه الماليه وديوان الرقابه الاتحادي، مفروض هو واجبه يعني يعطينا هذه النتائج. لكن مشكله سابقا كانت مشكله بانه البيانات كانت صعب جدا انه يتم الاستحصال عليها من اقليم كردستان، وبالتالي اتذكر اخر فتره حتى طلبوا موضوع يعني عدد الموظفين الذين يستلمون الرواتب باعتبار هو اجرام ديوان الرقابه الماليه كان بيتعثر بهذا الجانب. وبالتالي ذكرت جنابك موضوع البترو دولار. نعم، يعني موضوع البترودولار ايضا يعني بيفد مشكله فنيه. المعروف انه البترودولار هو للمناطق الموجوده حاليا بالعرف تنتج نفط. لكن لا، بالماده 112 بالدستور
ذكر نصا بأنه المناطق المتضررة من النظام السابق نعم. يتم تحسين حالها، ما ذكر بأنه هي المنتجة للنفط. يعني في محافظة مثل السماوة، محافظة مثل الديوانية ذني الأقل فقرا حاليا بالعراق، لكنها تضررت من النظام السابق. أحسنت، هذه المفروض تكون هي أيضا ضمن البترودولار. حاليا البترودولار جاي يصرف فقط للمدن المنتجة للمنتجة للنفط، العمارة البصرة، العمارة والبصرة تركو. نعم مقدرين هذا الموضوع وهم صحيح عندهم حقوق، لكن دستوريا المفروض هذه المناطق وهي حاليا جاي تنزل باستمرار بمستوى الفقر مالت إلى أن وصلت هي أدنى محافظات بالعراق كله. ليش؟ لأن كثير من الأمور للأسف ما تحسب لها، ما عدها فد منافذ، ما عدها لا سياحة لا عدها صناعة، زراعة ماكو ماي ماكو، وبالتالي قل المستوى الدخل السكاني لهذه المدن، صارت حجرة بالمحافظات. اليوم تروح استاذ أكو زخم لأن ماكو فرص عمل استاذ ياس بدعتك وحقك تروح للمدن لهذه المدن تلقى في بعض الأقضية أغلب شارع أغلب بيوت مكتوب عليه الدار للبيع. هاجرت صح. الناس وطلعت صح. ما أصبحت مدن، أصبحت مدن أشباح، ماكو شغل أبدا. الشباب قاعدين بالشارع. السياحة. ذكرت أنت السياحة ولو تفريعا عن موضوعنا نعم. يعني لم تكن هناك رغبة بأن نحقق ناضة في هذه المحافظات. مثلا احنا عندنا أهوار، مو أهوار، عندنا بحيرة مثل بحيرة ساوة تموت لأن بالسماوة، لأن هاي البحيرة خاف تسوي لي سياحة ويجون سياح ويتونسون وكذا، وهذا هاي الشغلة يجوز ما تعجب. أنا أخلي هذا تدري السماوة، باسم خشان ابن المحافظة يقول احنا صدرنا رقم واحد محافظتنا السماوة بالفقر، لأنها نعم. أفقر المحافظة. هذا كلام وزارة التخطيط؟ نعم كلام وزارة التخطيط بنسبة أعتقد 56%. زين ذكرت مثلا موضوع هاي الموازنة شلون تقدر تحل مشكلة السماوة والديوانية؟ خلينا نبقى بذني المفروض تكون بها تعديلات معينة وإدخال مواد للمناطق الأكثر فقرا. تحدد هذه المناطق الأكثر فقرا، وأعتقد أكو ماضين بهذا الموضوع، تكلمت مع الأخوة في اللجنة المالية وأيضا بعض النواب عندهم رؤية بهذا الخصوص، بأنه ننتظر من وزارة التخطيط أنه تعطينا المدن الأكثر فقرا وبالتالي يتم تخصيص لها مبالغ. يعني هذه المبالغ تكون على حدة من تنمية الأقاليم مثلا. نعم تعرف هسه موضوع تنميه الاقاليم موجود بالامن الغذائي لربما استلمت فد مبالغ معين، لكن انا شلون بالضبط اصل الى موضوع العداله الاجتماعيه ما بين المحافظات؟ وبالتالي يجب ان تكون هناك فد نسب معينه ماليه لتحسين واقع معيشه هذه المدن. حتى ما معقول يعني اني محافظه نسبه الفقر مالتها 6-7% ووحده تصل الى 57%. هذا فارق كبير جدا ولا وجد عدالة اجتماعية بهذا التقسيم. هو العدالة انه نقضي على 6-7% وبنفس الوقت نعالج 57 ونخليه صفر. شو الموضوع يسلم الرواتب بالضبط. اخذ منك واخلي على الطبقات. دكتور احمد شو راح تنجح موازنة لثلاث سنوات بحساب سعر البرميل على 70 دولار؟ يعني ما الضامن من عدم نزوله مثل ما نزل الى 13 بزمن كورونا حسب ما اتذكر؟ شنو الضامن؟ على اي اساس رياضي بنت الحكومة أو من كتب الموازنة ثلاث سنوات على 70 دولار؟ وهل هناك متغيرات راح تصير؟ لا إطلاقا، لا توجد أي ضمان. يعني مستحيل اليوم أسعار النفط هي على مدى العام الواحد، وهذا معلوم للجميع، هناك تقلبات وهناك توقعات بحكم ارتباط أسعار النفط بالمتغيرات الدولية المختلفة. يعني على سبيل المثال الأزمة الروسية الأوكرانية إذا توصلت إلى حلولها وإذا انفرجت في العام المقبل أسعار النفط أكيد راح تنخفض. الآن عندك انهيار سيليكون. هاي مشكلة. نعم الآن انهيار سيليكون فالي، وهناك تخوف من انهيار 7 مصارف أخرى، وهذه أثرت على سوق الأسهم وبالتالي تأثر على مستوى النمو العالمي وبالتالي الطلب على النفط. هذا أيضا مؤثر غير متوقع وغير محسوب. يعني من يتوقع مثل انهيار سيليكون فالي؟ يعني قبل أيام قليلة سمعنا بهذا الأمر. إذن هناك متغيرات يعني لا يمكن حسبانها ولا يمكن توقعها. زين شلون راح نواجهها دكتور أحمد؟ كورونا يعني شلون راح نواجهها؟ شلون نبني موازنة ثلاث سنوات؟ هو حسب ما تم الإعلان إنه موازنات العامين المقبلين 24 و25 هي أكيد يفترض أن تكون قابلة للتغيير. يعني إطلاقا لا يمكن وضع موازنة نهائية، ولكن شكليا الآن تم الإعلان عن موازنة لثلاث سنوات، وأعتقد الحكومة تهدف من هذا إلى تحقيق حالة من الاستقرار المالي. يعني حينما تكون هناك موازنة ولو شكلية لثلاث سنوات، ولو هذا الأمر غير واقع إطلاقا، يعني هذا ممكن فقط في الاقتصادات المتنوعة التي تشكل فيها القطاعات غير النفطية من نسبة أكثر من 70%. هذا ممكن
بالنسبة للعراق يعني هذا أمر مستحيل جدا والكل يعلم ذلك. يعني لا يمكن اليوم العراق بالكامل والاقتصاد هو متغير تابع للمتغيرات الدولية بحكم أسعار النفط والإيرادات المتأتية من النفط. إذا تبقى المسألة ومثل ما تم التصريح من قبل بعض المسؤولين أن الموازنتين العامية 2024 و2025 تبقى خاضعة للتعديل على أساس تغيرات أسعار النفط الدولية. طيب. وعمليا يعني الآن نحن أمام موازنة واحدة اللي هي موازنة العام الحالي 2023، وحتى ضمن العام الحالي البنك الدولي يتوقع أن هناك احتمالات من انخفاض أسعار النفط بحدود 70 دولار. زين شلون يعني هل حصنت الحكومة نفسها بهذه التقلبات؟ هذه أرقام تنزل يزيد العجز. نعم. أنا عجز 61 تريليون عندي. نعم الحكومة لا يمكن أن تحصن نفسها في الأمد القصير، يعني تحصين الاقتصاد أو تعزيز واقع الاقتصاد لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تحقيق مستوى مقبول من التنويع الاقتصادي. هذا لا يمكن أن يتحقق بين ليلة وضحاها ولا بين سنة وسنة ولا بثلاث سنوات. ممكن بثلاث سنوات نشوف بوادر. لا، في ظل البيئة العراقية هذا الأمر مستحيل جدا، يعني لا يمكن أن يكون هناك تحسن ما لم تكن هناك فرصة مؤاتية وبيئة استثمارية مناسبة للقطاع الخاص. القطاع الخاص هو الحل الوحيد للاقتصاد العراقي في تحسين واقع الحال وتوفير فرص العمل. يعني اليوم حتى رفع مستوى الرواتب لا يمكن أن يحقق حالة من الاستقرار، بل على العكس رفع مستوى الرواتب يعني هذا ليس اعتراض على مستوى الرواتب حتى المشاهد يفهم ما أود قوله، وإنما حينما تكون هناك كتلة نقدية أكبر مقابل طاقة إنتاجية محدودة أو شبه معدومة بسبب الاعتماد يعني الاختلال الهيكلي واعتماد على الاستيراد، هذا أكيد يرفع من مستوى الأسعار. وهناك تجربة وحتى المشاهد يعلم ذلك جيدا أنه مع كل زيادة في الرواتب ترتفع الأسعار بشكل أكبر. إذن يبقى الحل الوحيد بالسياسات التي ممكن أن تهدف إلى خلق طاقة إنتاجية، إلى تنويع الاقتصاد، إلى تحسين واقع القطاع الصناعي. إذا ما كان هناك توجه بهذا الشكل هذا أكيد ممكن أن يوفر فرص عمل وممكن أن يحسن من واقع السوق تدريجيا. طيب مشاهدينا الكرام نذهب للتذكير بعنوان حلقة ومن ثم نعود قوي أنا. بالعافية الكردستان 10 أضعاف المحافظات من الموازنة. كردستان وحدها لها حصة 12.5 من الموازنة عمة السنوات التي أعلنتها حكومة السودان، والمحافظات كلها مشتركة ب 2.5 تريليون من تنمية الأقاليم وباشات أخرى. يعني حصة كردستان 23 تريليون ونص، بينما كل المحافظات مشتركة ومجتمعة بتريليونين ونص لتريليون دينار فقط. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى ضيفي سيادة النائب. اليوم أنتوا راح تناقشون، أنت تعال خلي موازنة أمر ثلاث سنوات، لا هي سنة ولا هي خمسة. الباحة خبير نفط قال هاي بدعة، بس خلينا نمشيها ثلاث سنوات احنا مع الموازنة، ولا كل مرة مثل ما يقولون انها الزرة طبيا نخلة، مو يومية مشاكل على الموازنة وانا المفروض اخذها شهر الواحد تجيني شهر الخامس. بس راح تناقشوا انت شون قريت موازنة على سعر نفط 70 دولار. انا اسأل اليوم لا سمح الله حدث شيء معين، والاحداث هاي واردة جدا وممكن ان تحصل، وانخفض سعر الدولار الى 13 الى 20، شلون راح نواجه احنا كبلد؟ شلون نواجه المصروفات مالتنا، الخطط، كل هذا؟ نعم طبعا ممكن. انا يعني ذكرت بدايه بانه هذا الموضوع به جنبتين، جنبه ايجابيه باعتبار انه انت راح تمشي الموضوع 2023 24 25 مهما كانت فد صدامات سياسية وضع سياسي داخلي ما راح تأثر الموازنة، ونخلص الموضوع الواحد إلى 12 اللي واقعا أرهق الدوار وأرهق الوزارات وأرهق الشارع. الجنب الثاني نعم وهي جنبة مخيفة، أنا أيضا نقول نسأل هل هناك يعني دراسات اقتصادية معمقة متخصصة بحساب سعر الصرف أو عفوا بيع البرميل النفط ب70 دولار، واعتبار السنوات الثلاثة القادمة هذا يكون أيضا تسأل بها الحكومة ما هي الدراسة التي أعطت بأن هناك انطباع لربما يبقى
يعني سعر بيع برميل النفط ب 70 دولار، ومثل ما ذكر استاذ احمد انه كثير من الظروف الخارجيه تحدد موضوع سعر بيع النفط، وايضا العراق دوله ريعيه 85% يعتمد على النفط، وبالتالي الدولار الواحد اللي ينزل به سعر بيع البرميل راح ياثر بصوره عامه على الموازنه كلها. هو ممكن انه يصير تغيير ضمن فقرات الموازنه، وايضا ممكن تكون موازنات جديده بال 24 وبال 25. موازنات جديده؟ ممكن اذا نزل ملحقه لو موازنة. ممكن ان تكون ملحقه، وممكن ان تسحب هذا ويتم التصويت على موازنه جديده في حاله يعني صار بيع النفط الى مستويات قليله جدا. انا رحت الجنب السياسي. نعم. دكتور باسم، استاذ باسم. نعم. الحكومه بموازنه باعطائها موازنه ثلاث سنوات تعطي رساله الى الجمهور والى الكتل السياسيه داخل وخارج العمليه السياسيه. نعم. بانني باقيه ثلاث سنوات ودوره كامله. هسه هذه وجهه انت شلون فسر لي اياها سياسيا ولا تجامل؟ نعم لا ابدا، انا ما اجامل ابدا بالمطلق، ما اجامل. وعلى شنو اجامل؟ على شنو يعني قصدي اخاف احنا وين الحكومه ومعارضه ويعرفون وضعنا. معارضه بناءه، واحنا كل شيء صار بهالدوله شلون تغيرت العلاقات السياسه؟ لا بيا صديق ما دخل علاقات ابدا، الموضوع الفاصل هو مصلحه الشارع ومصلحه بالضبط. المواطن هذا واقع اليوم. انا كجمهور اعطاني السيد اعطتني الحكومه بانه هذه الحكومه باقيه دوره كامله. سادي اسوداتك الجمهور، يعني هسه احنا نحكي الارقام وجنابكم حكيتوا ارقام للتريليونات والكذا، الجمهور هم كله يعتني بهذه الارقام. الجمهور يريد استقرار اجتماعي، يريد السوق يستقر، سعر صرف الدولار، الراتب مالته يجي ويعيش عيشه طبيعيه مرضيه. هذا وهذا الجمهور، هذا اللي يريده. طبعًا. شو اللي يريد الجمهور؟ شو اللي انا اقول نعم، اذا صار نزول باسعار النفط ممكن معالجتها، لكن من وجهة نظري أشوف أنه ممكن إذا كانت لثلاث سنوات أشتغل موازنة برامجية مهمة جدا. أستاذ باسم دي نحكي على الرسالة السياسية من الحكومة، هاي رسالة لو الناس اللي ما لا دخل حتى لو تغيرت فهمت بأنها باقية. مو أول ما أجت الحكومة قالت انتخابات خلال سنة أو سنة ونص. واضح واضح. اليوم أنا مقدمة موازنة، هذه ما له دخل رساله سياسيه لو لا؟ انا ما لك حق تثبت او تنفي. انا بالنسبه لي ما اعتقد انه رساله سياسيه. واقعا ليش؟ لان هم ما يريدون يثيرون المقابل، تعرف يعني اكو جهه سياسيه حكومه باقي اربع سنوات ابدا الطبيعي هذا ما يطلع انطباع ابدا ولا يثيرون هذا الموضوع. اكو جهه سياسيه لها ثقل كان بالعمليه السياسيه من سحبه، وبالتالي تراقب تحركاتهم، واكو معارضه داخل مجلس النواب ايضا تراقب تحركاتهم، ما يدخل هذا يعني هذا الدخول لا. لكن انا اشوف انه ممكن بالثلاث سنوات انا اشتغل موازنه برامجيه، ابلش بمجموعه مشاريع واكملها خلال هذه السنوات، بدل ان تكون موازنه بنود اطيل الوزارات والوزارات هي توزع. مستوى المشاريع الاستراتيجيه مو مستوى الطموح، صحيح 25% الاستثماري افضل من السابق، لكن تبقى عندنا المشكله المخيفه انه الموازنه التشغيليه اخذت 75%، وبالتالي الرواتب تعرف كان 41 تريليون اصبحت حاليا 62 تريليون. راح تزيد؟ نعم. هذا طبعا هي وقفت، ها بالمناسبه هي وقفوا بعد، تعرف وقفوا يعني لا يوجد تعيينات لل 23 24 25 فقط الحذف والاستحداث، اكو ناس تحيل التقاعد وحال التقاعد، واكو حذف واستحداث، وقفوا يعني كل التعيينات باعتبار ما في درجات وظيفيه جديده؟ لا هو حسب الموازنه ماكو درجات وظيفيه، وهذا ما صرحت به رئاسه مجلس الوزراء. ما عدا الحذف والاستحداث يكون والطبيه. احسنت، يعني ربما الطبيه، وانا هسه ايضا تواصلت ويا الاخوه ايضا حتى نتاكد موضوع خريجين الماجستير والدكتوراه بالضبط شنو وضعهم. وزاره الصحه اعتقد بها استثناء، وزاره الصحه لان هي يكون بها عاده دائما ما يحتاجون موضوع قانون التدرج ويحتاجون قرار الصحه. ذكر السيد السوداني حتى قبل لا تقر الموازنه. طيب استاذ احمد، ماكو درجات وظيفيه بالموازنه، قل لي بالموازنه هاي الارقام والحسابات ايش قد؟ طبعا انا عندي مجموعه من الشباب العاطل الان، هو هيك واكو تخمه بالوظائف والدرجات الوظيفيه وعندي شباب عاطل. ايش قد هاي الموازنه ممكن تدعم القطاع الخاص وممكن توفر فرص عمل كبيره؟ انا اشوف الجانب الاستثماري 25% اشوف نسبه قليله جدا بل ومخيفه لبلد مثل العراق يعاني من جميع القطاعات ومن اغلب القطاعات. شلون اقدر اسوي نهضه ملحوظه بموازنه ثلاث سنوات ب 47 تريليون دينار؟ يعني تحسين واقع القطاع الخاص لا يمكن ان يكون من خلال الموازنه. نعم الموازنه واقرارها والمشاريع ممكن ان ترتبط نوعا ما بعض المشاريع بالقطاع الخاص، هذا اللي اتحدث عنه، ولكن نعم
ولكن تفعيل دور القطاع الخاص هو يرتبط أساسا بالتسهيلات الممنوحة بالسياسات الاقتصادية والسياسات الحكومية أمام القطاع الخاص، بتحديد الأولويات، ما هي المشاريع التي يمكن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، وما هي الحوافز المقدمة. يعني على سبيل المثال، مثلا اليوم الحكومة تريد تحسين واقع الاستثمار، لنفرض مثلا في المشاريع الصناعات الغذائية مثلا، هنا حينما تكون هناك حوافز، مثلا منح أراضي، إعفاءات جمركية وإعفاءات ضريبية، ما تسهيلات في منح مثلا الدولار بسعر أو بالسعر الرسمي لاستيراد المواد الأولية، هذه سياسات من الممكن أن تحشد رؤوس الأموال باتجاه خطة اقتصادية تستهدفها الحكومة. إذا افترضنا وأخذنا مثال مثلا الصناعات الغذائية في سبيل مثلا تقليل الاستيرادات تدريجيا في المستقبل، يعني يبقى الأمر مرهون دائما بالتسهيلات. العراق في هناك مؤشر دولي اسمه مؤشر سهولة الأعمال، هذا المؤشر طبعا دائما ذكره في لقاءات عديدة ولكنه مهم جدا. مؤشر سهولة الأعمال Ease of Doing Business، تسلسل العراق يعني في يعني درجات متدنية جدا. طبعا هذا المؤشر كل ما يقترب من الواحد يكون وضع البلد أفضل، وهذا يعني أن هناك سهولة في أداء الأعمال، وبالتالي هذا يجب. طبعا هاي مفارقة غريبة دكتور أحمد، هاي مفارقة غريبة. احنا عندنا تعقيد جدا بالإجراءات، والهدف طبعا المفروض من أنا عندي تعقيد وتدقيق، مفروض في سبيل حماية الثروة ومتابعة كل دينار يطلع وين من يطلع وين يروح، بينما احنا الدولة يمكن من الدول اللي بالمؤشر هذا بمراتب عليا، ماخذين درجات عليا بموضوع الفساد. لا عفوا، نعم اذا تسمح لي، اذا نقارن مع دول اخرى يعني مثل ما ذكرت حضرتك، هو اذا يقترب من الواحد يكون افضل. تسلسل العراق 172، بمعنى ان هناك صعوبه في الاعمال، هناك صعوبه في تفعيل دور القطاع الخاص، وهذا يؤدي الى عزوف الكثير من المستثمرين، وبالتالي يبقى يعني دور القطاع الخاص ضعيف جدا. بينما في دول اخرى، في تركيا على سبيل المثال، هذا المؤشر 30%. يعني لك أن تقارن في الأردن 47 تريليون دينار، إيش قد ممكن تحدث نهضة بالبلد على يعني على مستوى قطاع الكهرباء، الصحة، التربية، الخدمات، الطرق والجسور، بناء وحدات إدارية جديدة، مدن صناعية، مدن سكنية. هذه 47 تريليون دينار لا يمكن أن نقول عنها أنها تحدث نهضة. يعني اليوم في هذه الموازنة 2023 حتى التخصيصات الاستثمارية نفسها هي كرست للخدمات. ذكرت حضرتك للصرف الصحي، لمشاريع المياه، للكهرباء، الخدمات الأساسية. هذه خدمات يعني هي لم ترتبط بمشاريع مثلا إنتاجية مثلا في القطاع الصناعي، في القطاع الزراعي، وبالتالي هذه التخصيصات الاستثمارية لهذا العام لا يمكن أن ترفع من مستوى القيمة المضافة بشكل أكبر. يعني على الرغم من أهمية الخدمات، أكيد يعني الحكومة ركزت على الجانب المجتمعي، هذا مهم جدا، ولكن في المقابل أكيد هناك ضعف في مستوى المشاريع التي من الممكن أن تخلق قيمة مضافة value added، وهذا أمر مهم جدا في سبيل توسيع واقع السوق ورفع مستوى النمو الاقتصادي بشكل تدريجي. جيد. سيد باسم، ما علاقة تفعيل قانون واردات البلديات، تفعيله يعني شو راح يشتغلون به مع واقع الموازنة الحالي؟ يعني يقال انه هذا القانون اجى حتى نسكت بغداد اللي تاخذ اكثر من 60% بسبب انه هي يعني اكو كتلة ادارية في بغداد، ناخذ 60% من تنمية الاقاليم، ومن تسكت بغداد الفائض منها نوديه كم محافظة محتاجة مثل البصرة وسكتن المحافظتين. طبعا هو موضوع الواردات والجباية لا يقتصر فقط على بغداد. عندنا لربما بس أمواله تروح 60% تقريبا لبغداد. نعم. من تنمية الأقاليم. نعم. بلي. بالمناسبة يكون يأخذ في نظر الاعتبار مجموعة أمور. هسه لربما هذا 60% 50% 40%، لماذا تذهب إلى بغداد؟ راح أضرب لك فد مثال معين. إحنا قلنا كتلة إدارية بها كبيرة، مؤسسات دولة ووزارات وعاصمة. أحسنت. أيضا في باقي المحافظات، طبعا هذه المناسبة، هذه المغادرة فنية يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار.
توزع حسب الكثافة السكانية في نفس المحافظة. يعني المركز هاقد مثلا في 300 ألف، والأقضية والنواحي أيضا إلها فد كثافة سكانية توزع هذه الأموال، وهذا يعني واقع على التوزيع غير عادل وغير منصف. شلون؟ في مركز الديوانية مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال كمحافظة مثلا محافظتي، طبعا بها موضوع التسجيل العقاري، بها الكهرباء، بها البريد، كثير يعني دوائر الحكومية يتم مراجعتها من قبل المواطنين من الأقضية والنواحي. يكون تركيز دائما عليها، وبالتالي تحتاج إلى بنى تحتية أكثر، وبالتالي تحتاج إلى خدمات أكثر، استهلاك الخدمات واندثارها يكون أكثر من باقي الأقضية والنواحي. المفروض يركز على مراكز المدن أولا باعتبارها راح تكون هي النظرة وتعكس الواقع الحضري والحضاري للمحافظة. هذا طبعا هذا الموضوع حاليا مفقود. ليش على الكثافة السكانية؟ مفروض تؤخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار. أيضا خو بغداد بعد هي عاصمة العراق، المفروض يؤخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار، باعتبار هي مو بس يعني مركز للعراقيين، خو للعالم أجمع، المؤتمرات وغيرها وكثير من المناسبات تحدث في بغداد، وبالتالي بغداد هي يعني الانعكاس للتقدم الحضري للعراق بصورة عامة، وبالتالي خو يجب أن يؤخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار. صراحة ممكن يشوف واحد هذا مو موجود، يوم كربلاء أنظف من بغداد. نعم نعم، والنجف أنظف. هذا يعتمد طبعا من موضوع ملفات الفساد الإداري والمالي. أربيل أنظف من طبعا بغداد. الحكومة يعني المحلية هي المسؤولة عن هذا الموضوع، تعرف كل حكومة محلية لها في السياسة معينة، لها في نظرة معينة. العراق السياسة والحكومة المحلية. وتدخل المسؤولة. السياسة حتى في موضوع الإدارات المحلية هذا ثابت عندنا. تعرف حاليا المحافظات تقسمت. عسى المحافظات تقسمت، كل محافظة لها حزب معين، إلى جهة، إلى كتلة سياسية معينة، وهذا هم ما يتكلموا به في أروقة السياسة. أنا أستاذ ياس، فالشيء أنا الخطير أحب أشير لواقع لموضوع الرواتب وارتفاع الرواتب من 41 إلى 63 تريليون دينار. الجميع يعني بأنه صحيح العدالة الاجتماعية وأنه حق المواطن للأسف باعتبار انعدام القطاع الخاص وما عندنا مشاريع استراتيجية، فالناس تعيش وين تروح؟ تلجأ إلى الرواتب، وهذه سياسة انتهجوها خصوصا موضوع الزبائن يعطيني ويعطيك في يعني الدورات الانتخابية السابقة، فصار موضوع التعيين. قبل فترة أنا جالس ويا أحد الزملاء المهندسين، هو دكتوراه بالهندسة، فردنا نعرف بالضبط يعني إيش قد راح يكون عدد سكان العراق مستقبلا. اكو معادلة برنامج الماتلاب قال له أسية معينة، فحسبنا بالضبط من 1900 لل 2100 ايش قال على السكان. هذا الموضوع ما منتبه لك الواحد، عندي ارقام من 1900 ل 2030 وصل العراق 50 مليون، من 2030 الى 2060 في 30 سنة فقط طفر العدد صار 100 مليون. يعني شوف من 1900 ل 2030 50 مليون، خلال 30 سنة راح يتفرج قد يصير يقفز 100 مليون، معناها العدد في تزايد مع نسبة نمو 2.3%، معناها في تزايد احنا يعني عدد السكاني. هذا شنو وياه؟ شو يوازي؟ يوازي ثبات الموارد، الموارد نفس الموارد، نفس النفطات اللي عندنا، ما عندنا يعني لا زراعة ولا صناعة. احسنت، وبالتالي لربما بالسنوات القادمة مع ازدياد العدد السكاني وثبات الموارد راح تكون نعم، اذا اصبحنا نفس هذه السياسة وما فعلنا القطاع الخاص والمشاريع الاستراتيجية وما ركزنا وبقى التشغيلية هي تسود وتأخذ كل الموازنة، فأمامنا واقعا مشكلة وطامة كبيرة جدا، كون ينتبهوا لها الحكومات وأيضا الناس. مو احنا خافسج المجاعة ونجوع ونموت والجماعة بعدهم كلبين بهاي السياسة، ما نعدد موارد الدولة ونعتمد مشكلة. بس على النفط. نعم. لأن مرد نفكر أو جزء ما نعرف نفكر. سيادة الدكتور، يعني من أكثر المعترضين كان يعني والله هسه شلون اقول لك، هذا اكثر المعترضين كانوا بان لا يجوز اعطاء كردستان ديون او اموال دون تسديد بغداد 25 الف برميل يوميا. هو كان السيد السودان عندما كان نائب، فكيف اليوم تمنح كردستان قبل اقرار الموازنه اموال ولم يتغير شيء؟ لا جتنا 25 الف برميل يوميا ولا هم يحزنون. يعني هذا السؤال سياسي لهم خليل السيد النائب والله افضل مو بنفط. نعم يعني بنفط. نعم نعم بنفط. زين 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 اوكي اقول لك اياها بغير طريقه. بموازنه 2021 تضمنت فقره بان كردستان ملزمه تعطي 25 الف برميل يوميا، بهاي الموازنه ماكو هذا. زين هم نرجع مره ثانيه. هي التفاهمات السياسيه هي اللي تفرض كل ذلك. يعني ولا بماذا تفسر مثلا ارتفاع الحصص بشكل كبير وتباينها ما بين محافظة واخرى على الرغم من وجود محافظات اكثر فقرا وتحتاج الى مشاريع تنموية اكبر.
ربما المشاريع اللي يعني التخصيصات اكيد تبنى على اساس المشاريع وحاجه المحافظات من المشاريع المقدمه وبالتالي تاثر على حصصها الماليه. يعني هنا لا اريد مثلا ان اثير موضوع انه لماذا اقليم كردستان ياخذ حصه ماليه اكبر بالمقارنه مع المحافظات الاخرى، بقدر ما ان الوضع اعتقد هو مرهون اساسا بمستوى القوه السياسيه وقوه التفاوض السياسي والتفاهمات، هذا ما هو واضح على ارض الواقع. يعني حتى في السنوات الماضيه ما يهمنا يعني كاقتصاديين انه يفترض ان تكون هناك عداله في التوزيع تهدف الى تحسين واقع الاقتصاد ككل على مستوى الاقتصاد الكلي، هذا ممكن ان يؤثر ايجابيا. يعني اليوم اذا ننظر الى المساله اقتصاديا انه انتعاش واقع الحال في اقليم كردستان هو ممكن ان يؤثر حتى على باقي المحافظات الاخرى بشكل افضل، ولكن كمشاريع يفترض ان تاخذ الموازنه بنظر الاعتبار الحاجه الفعليه. يعني اليوم مستويات الفقر مثلا في محافظات الجنوب ترتفع بشكل اكبر، والبيانات تشير وهذه بيانات وزاره التخطيط الى انه ابتداء من العام 2015 وحتى العام الحالي ما زال هناك ارتفاع في نسب البطاله والفقر بشكل اكبر. هذا الامر يتطلب مراجعه لكل الاستراتيجيات او الخطط الاقتصاديه السابقه، التخصيصات الاستثماريه التي هدفت الى الحد من مستوى الفقر. يعني لماذا هناك تخصيصات على الرغم قلتها في السنوات الماضيه لا تتجاوز 13%، ولكن مع ذلك يرتفع مستوى الفقر بشكل اكبر. والسيد النائب ذكر نقطه مهمه انه مستوى النمو السكاني ودخول الايدي العامله الى سوق العمل هو اكيد بشكل اكبر من مستوى فرص العمل والطاقه الاقتصاديه الموجوده. وهذا الامر يذكرني بنقطه مهمه، يعني هناك بعض المؤشرات انه في العراق مثلا هناك موظف مقابل 10 مواطنين، بينما في دول متقدمه مثل المانيا على سبيل المثال هناك موظف واحد مقابل 150 مواطن. هذا معناه ان العراق يعني، وهذه كنقطه مهمه، هذه تستدعي تحسين واقع ودور القطاع الخاص بشكل اكبر بحيث ترفع من مستوى العاملين في القطاع الخاص لا في القطاع الحكومي. تتوقع اكو توجه حقيقي دكتور احمد؟ تتوقع اكو توجه حقيقي من الحكومه بهذا الموضوع على ارض الواقع؟ لا، بالنقاط الاصلاحيه اللي حضرتك تفضلت بها. نعم، هذه المساله تطرح في البرامج ولكن واقعيا لا يوجد هناك توجه حقيقي. ما بقالي سؤال، لا تشير الى ذلك وتثبت ذلك. زين، والا وهذا هو اساس ارتفاع مستوى الفقر. يعني كما ذكر السيد النائب مثلا في السماوه وفي الناصريه وفي محافظات اخرى انه لا توجد فرص. يعني اليوم المواطن يفكر في الحصول على وظيفه حكوميه ولا يفكر اساسا في القطاع الخاص. بالانتاج، بس على قلب الانتاج، يعني المشكله انه ماكو انتاج بينما 75% من الموازنه ذاهب الى القطاع التشغيلي اللي هي الوظائف، وبلد ما بي انتاج يعني يتوسل في سبيل تعدد موارده وليس الاعتماد على النفط فقط، مشكله وكارثه وازدواجيه. زين سياده النائب، كيف التفسير او كيف تفسر تصريح رئيس الحكومة بأنه تم حل وتسوية واردات الإقليم مع كردستان؟ هل فعلا سيسيطر على هذه الواردات؟ يعني هو أقوى راح يكون من المالكي وأقوى من العبادي وأقوى من كل اللي إجوي اللي ما شفنا أي شيء من واردات كردستان تجينا. يعني طبعا هذا الموضوع يعتمد على مدى الاتفاقيات اللي عقدها، واقعا تعودنا بالسنوات السابقه. بس انت سياسي ولك باع طويل بهذا الموضوع ومراقب ومتابع. بدي هو اللي شنو هذا؟ شلون افسر هذا التصريح؟ تم تسويه وحل الخلافات او المتعلقات بواردات اقليم كردستان. اكو قرار محكمه الاتحاديه ما استلمنا. اكو ما طبق، ما اخذ يعني، ولربما حتى يعني تم للاسف يعني تشكيك في مصداقيته عفوا من قبل كردستان بهذا الموضوع، قالوا هذه محكمه غير شرعيه وكذا في قراراتها، وهذا ما يتداوله الاخوه محدثين من خلال وسائل الاعلام. انا اقول من خلال السنوات السابقه الموضوع ابدا مو سهل. يعني الموضوع خلينا نتمنى احنا نوصل الى فد مرحله معينه، لكن بشرط هذا الاتفاق السياسي اللي تكلمنا عنه السيد رئيس مجلس الوزراء يجب ان يحفظ حقوق الناس. شنو حقوق الناس؟ قبل يوم كنت في البصره قبل يومين مؤتمر المناخ بالعراق، وبالتالي انا تكلمت على المنصه وقلت لهم صح هي البصره سله العراق الغذائيه ورأت العراق الاقتصاديه، لكن هي سله مملوءه بالجراح
بالهموم بالأمراض السرطانية بالسموم بالمياه العكرة. وبالتالي أنا أقول هذه يعني الناس اللي حقها واردات النفطية المفروض ما تؤخذ وتعطى إلى مناطق ثانية بغير وجه حق، يجب أن تكون هناك حقوق وأيضا تكون التزامات، متى ما التزم الجانب الثاني خلي يأخذ حقوق. أهلا وسهلا، ما عنده مشكلة بالموضوع. نعم. إذن يعني أنت بعدك تروح إلى موضوع أنه ما تم تسوية، مجرد تصاريح وها هي لحد الآن ماكو في شيء واضح من الناحية السياسية. آخر سؤال إليك دكتور أحمد، هل ها كافي وضع 500 مليار للواقع الصحي؟ يعني لكل عراقي تقريبا 100 دينار بالضمان الصحي، إذا ربنا نفعل الضمان الصحي اطلاقا لا، يعني لا يمكن هذه الحصة غير منصفة أساسا. وهناك إحصاءات يعني العراق وهناك ما يقارب 70 مليون دولار أو 700 مليون صرفت فقط في الهند من قبل المواطنين العراقيين الذين يلجون إلى الخارج من أجل العلاج. هذا مؤشر حقيقي إلى ضعف مستوى القطاع الصحي، وبالتالي حاجة ماسة جدا اليوم. كافية الأموال، ما ظل لي وقت دكتور يعني أحمد، الأموال كافية 500 مليار يعني غير كافية أساسا. هناك حاجة إلى تفعيل دور القطاع الخاص أو الاستثمار في المجال الصحي بالإضافة. يعني باختصار دكتور أحمد، راح نشوف تغيير بالعراق هاي للسنوات بهذه الموازنة؟ لا، يعني اليوم الاقتصاد ومشاكل الاقتصاد لا يمكن أن تحل من خلال موازنة واحدة. يعني على سبيل المثال القطاع ثلاث سنوات ما ممكن أشوف بوادر زين، ما أقول القطاع الزراعي وحده، إذا سمحت لي، القطاع الزراعي وحده يحتاج إلى 250 مليار دولار بسبب الجفاف وتغيرة المناخ والحاجة إلى استخدام التكنولوجيا، وبالتالي هذه كلها تترجم إلى تكاليف استثمارية كبيرة. شكرا. في المجال الزراعي، يعني قصدي أنه لا يمكن حل مشكلة الاقتصاد العراقي من خلال موازنة ولا من خلال ثلاثة موازنات، بقدر ما يحل من خلال سياسات اقتصادية صحيحة، ومن خلال سياسات تفعل دور القطاع الخاص، وسياسات تستغل أو ترتبط برفع مستوى كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية بالشكل الصحيح، بحيث تخلق مشاريع منتجة جدا. الدكتور أحمد صدام الخبير النفطي، شكرا جزيلا لجنابك. النائب باسم الغرابي عن كتلة إشراق القانون، شكرا جزيلا لجنابك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات المعد حسين سعد وكل فريق العمل، إلى اللقاء. البعض يسقيك الحقيقة زاهدة، والبعض يخلطها سموما بالعسل. يا طارق الأسرار من بين الجمل، خير الكلام خير الكلام كلام ما قل ودا. إذا انتبه عجب انتبه، لعد انتبه قاط انتبه جاد انتبه. الناس في لغة الخطاب مشارب، فاحرص لنفسك أي كأس تشرب. إنا وفي زمن بوام غارق، غير الحقيقة ليس يصلح مركب. الموروث لازم نحكيها بهوبيها وبهوبيها، كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها. مو كل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال، ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمال. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة، وشيرها من زخم للبصرة والعمارة. حط الساعد فوق الساعد، صفق صف وما نتباعد، يجمعنا الوطن الواحد، يجمعنا الوطن الواحد. لا تحط ايدك انت بدي بالموروث ما نحجي هواه، انا وياك وانت وياك، مثل الوطن احنا بيدينا.